ريمو صرت تعرف كيف بيستعملوا البي 7؟ ايه ستار. هلا اشرح لي لأتأكد. بحط القذيفة بالبي 7؟ نعم. برجع بحطها على كتفي وبنيشن على العدو وبكبس على زر الانطلاق. برافو عليك. نفذ وانا رح بعد لورا. اوكي موفق. ياه اذا الصاروخ هون عمل هيك شو بكون عمل بالعدو؟ مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كوميكاز. اعلنت منظمه حقوق الانسان عن انتهاكات فظيعه عم يتعرضوا للسياسيين بلبنان. اولا السياسيين بلبنان بيشتغلوا من دون دوام ثابت وهالشي بيحرمهم انهم يستفيدوا من الاوفر تايم، يا حرام. ثانيا السياسيين بلبنان مجبورين يشتغلوا بالنيابه والوزاره حتى الموت، وهالشي بيحرمهم التقاعد المريح مثلهم مثل باقي الموظفين، يا حرام. ثالثاً السياسيين بيعانوا من قلة النوم لأنه وسائل الإعلام بتستضيفهم بالقوة بالمقابلات لآخر الليل وبدون أجر، يا حرام. رابعاً السياسيين بيعانوا من تطاول المواطنين الناكرين لجميل عليهم بالسب العلني والاستهزاء وخصوصي بالبرامج الكوميدية، يا حرام. وزيادة من هيك أكترية السياسيين بلبنان عندهم أمراض مزمنة مثل نسيان الوعود الانتخابية وتبديل المواقف ونقل البارودة من كتف لكتف، يا حرام. من شان هيك بتحذر لجنة حقوق الإنسان الشعب اللبناني من مخاطر اضطهاده المستمر للسياسيين تحت طائلة حرماننا منهم. بليز بليز قصصونا واحرمونا منهم بليز. أما هلأ خلينا نستقبل بزقف كتير كبير الكوميكازيين فادي شربل وريمو صليبا. زمان كيفكن؟ منيح. اليوم أنطوانيت يلي رح تكون خصمكن محضرة مفاجأة كوميدية من العيار الثقيل. الله يستر. أنطوانيت بتخوف خيي. إيه بسيطة. الليلة رح يكون معنا الكوميكاز توني خوري. أيوة أنطون. أيوة أنطون. أيوة أنطون. مسار توني. هاني. هلو. كيفك؟ مال عليك. شو اخترتوا اسم لفريقكم؟ والله نحن اخترنا اول شيء لانه مثل ما شايفتينا نحن عمالقة اسم الله يعني واقفين حدك مغطين السماء. نعم. سمينا اليوم فريقنا جبهة الكوميديا. يا رب تنجينا. لانه نحن ما بنرحم ذبح قتل. طبعا شباب قوموا تنقط. يلا تفضلوا. قوموا مهيمنة. قوموا تنقط. بزقفة كتير كبيرة منستقبل سوا الكوميكازية أنطوانيت عقيقي والكوميكاز توني كيروز. هاي هاي كيفك؟ سباي كيفك؟ الحمد لله. شو أخباركم؟ منيح الحمد لله. أنطوانيت مين الكوميكاز القوي يلي يعني تكتمت عن تسميته لحديت هلا؟ شو السبب؟ يعني كلنا محمسين بدنا نعرف مين معكم. مفاجأة لحتى تتحمسوا. ليكي كيفك محمسة؟ معنا إمبلي موقوتة، معنا حدا بيستاهل النظرة، معنا الأستاذ جان خضير. بونسوار جان. أنطوانيت شو هالمفاجأة هيدي؟ شفتي مش حلوة؟ كتير حلوة. أستاذ جان يعني حدا أنا كتير شخصيا بحب أشتغل معه وهو الكوميكاز الجديد بفريقنا. الله يديمكم.
جان، انت شو شعورك انك موجود ببرنامج كوميكاز لاول مرة واكيد ما بدنا اياك تكون اخر مرة؟ احساس اول مرة بحسه يعني كنت احلم بطابق المر شفته قدامي هلا. أنتوانيت شو اخترت اسم لفريقكم؟ اسم فريقنا يعني كيف ما كان كيف ما كان بتسوى اثنين من فادي وريمون. تسلم. أول شيء يا أستاذنا بفصل اثنين يعني عفوا بتعرف هنا مثل ما شايفها مثل برج إيفل. هاي طابق مر ولك هيدا طابق الحلو هيدا صح يا أستاذ؟ هيك بيحكوا مظبوط طابق القلاوة. إيه والله روح جنود الست روح انا بدي سبق الايام بدي سبق الايام انت بعتقد صار يشكل خطورة جان وجوده هون. لا 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 أطوانات شو اخترتوا اسم لفريقكم؟ اسم فريقنا الحلف الضاحك. الحلف الضاحك يعني بهالتسميات حسستونا انه نحن بميدان معركة عسكرية الله يستر. نحن حقيقة بميدان معركة عسكرية بس ما فيها ضحايا ولا خسائر يعني ماكسيموم ماكسيموم واحد بيروح على ظهره من الضحك. نعم هي الماكسيموم. حلو حلو نيح؟ ما في شيء بخوف. لا لا بالعكس فيي اجمع فريقي ونروح على مطرحنا اكيد. يلا تفضل استاذ جون. جون رح اشتاق لك. خليني اياكي. يلا انا تبلش. لا انه بروح معه ولا مع انطوان؟ ما بنشوفك بخير حبيبي جان. قبل ما نبلش بالستاند اب كل واحد منكم يختار اسم على السريع ويختار اسم او شخص لفريقه. بنشوف الصور على الشاشه ورح بلش مع انطوانيت مثل العاده. جورج فادي. والله انا حاسسها سالي متضايقه نفسيا. سالي توني. انا رح روح ونقي فاتن. فاتن ريمو. انا رح اجي ونقي سامي. روح وتخ. جان مين تختار؟ جاك توني. مسك الختام كارما. بدي ادعي الفريقين المساندين يتفضلوا على المسرح. اهلا وسهلا فيكم. حطينا برصيد كل فريق منكم مبلغ $3,000. اهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا. بس اعملي معنا ذكرينا باسم فريقكم. اهلا فيكي. شو اسم فريقكم استاذ جان؟ فريقنا الحلف الضاحك. الحلف الضاحك ذكروني طبوش ولولو بالزمان. طبوش ولولو كانوا يعملوا قصص هيك على البضاعه. ليش انتو شو اسمه فريقكم مثلا؟ والله جبهه الكوميديا. شو هي جبهه الكوميديا؟ جبهه الكوميديا يعني مغاوير وفلتاني. لا حبيبي من الاول بقول لك شو كتار اللي بيتحدوا بس قليل اللي بيهدوا. الله يجازي هالايام اللي بتعد اللي ما بينعدوا. لا الهيئة الليلة عمراني. خلينا نبلش بأول ستاند اب مع حدا دايما منكون ناطرينه وهو توني كيروز. أيوة عليهم. مساء الخير مساء الخير مساء الخير. أجمل شيء إنك تكون لبناني وحسب وزارة السياحة لبنان بعده البلد السياحي نمبر 1. ما بعرف هذا الشيء كيف بس ان شاء الله نصير نرجع نصير بلد سياحي رقم 1. منشان هيك نحن كلبنانيه ايام واحد بيكون قاعد بمنطقه عايش بمنطقه ترعرع بمنطقه ما بيعرف المناطق البقوه. قررت انا واصحابي نطلع بزياره نشوف كل المناطق بلبنان. طلعنا اول شيء على عكار. اول منطقه كان بعكار. في حدا من عكار هون بالببليك؟ في حدا انت ورا بعكار؟ اجمل شيء بعكار عندهم ابجديه خاصه فيهم او بي سي دي اف جي. يا خي يقول او بي سي دي اف جي. والله بعدين عنده مثلا في شاب صاحبنا طلب من بيو قال له بده ايباد راح جاب له ايبود. ستوكيت ايباد راح. يعني رحنا ميلنا شوي على زحله. زحله بعدهم معصبين لليوم بعدهم معصبين من جماعه الفيسبوك قال سرقوا لهم كلمه لايك. توصل لعنده جماعة زحلي لايك وين يو تشرب عرق يا خي الساعة 6 الصبح بتشرب عرق. بس عن جد بلد سياحي نحن بامتياز من وراء قلعة بعلبك. طلعنا على قلعة بعلبك طلعنا على منطقة بعلبك. في حدا من بعلبك هون؟ انت من بعلبك؟ القاسم من بعلبك؟
كيف جيت على الاستوديو بالجيب تبعي؟ طلعت لفوق وصلت على قلعه تبع البك على البوابه، استقبلني واحد قال لي هو دليل سياحي، يعني قال لي تفضل فوت. فتنا قال لي انا هون يا انطون ضابط كل شيء، وانا البديجار تبع المنطقه، البديجار تبع الفلومه، انا البديجار، وشعارنا الاساسي بقلبك لا تتجحشين اني اجحش. هو اشي عن جد صاروا مش عم بزيدها يعني. رحنا قطعنا بقلعة بعلبك، بتعرفوا في عندكم فترة الغدا، خلصنا غدا وصل صار بده ينكت معي. وصل طلع فيه قال لي بتعرف يا انطون ليش بحب بايك؟ قلت له ليه؟ قال لي لأنك على اسم ابن عمي حسين. أجمل شي جامعة الأرمن، أنا كنت بالجامعة من زمان، كانوا عيطولي توني كيروزيان قد ما كنت صاحبي معهم. بس رح خبركم شغلة عن الأرمن، شغلة يمكن مش الكل بيعرفوها. إذا اثنين عم بيتغزلوا لبعض لبنانية مثلا، بيقول لها كيفك حياتي صفا، بتقول له يي صفا أنت كيف تمام، مهما مش الحال. اثنين أرمن إذا عم بيتغزلوا ببعض، ما بتعرف إذا بده يطعميها قتلة، بده يطبق بنيعة، ولا عم بيتغزل فيه إيش بزيس لافيس يي يي عطول 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 بتحسوا هيك كيشي شو ما بعرف يعني هي هي عطول بس اتشكيرت يف مارمينيت عموتشي اما هي هي هودا يعني اتشكيرت يف مارمينيت يعني جسمك وعيونك كتير حلوين. ايوه بس عم بتغزل بيران مش فكره ما بتغزل عم اصحابي كانوا ثلاث ارباعهم ارمن. مره صفاك كان عندي بالبيت، قلت لها للسلنكيه بليز ميك تو كوفي، قالت لي يس ميستر وين تو كوفي تو كوفي. قال لي نط صفاك، قال لي شو هذا شعب لو سريلانكي صار له 30 سنه بالبلد بعد ما بيعرف يحكي عربي. شو بدك تقول له؟ بس اجمل مره عن جد، اجمل مره وقت طلعنا هديك الجمعه، طلعنا على ضيعه الدير الاحمر. يا عيني رح خبركم، مثلا ببلاد برا عندهم على الضاير، اهلا وسهلا برب ربو. طلعنا على الضاير، ببلاد برا عندهم اكسنت شوي بيخلعوا بنيعهم ايو ايو الفرنساوي مش بيان فرانشي بريو. لا عندنا بالدير الاحمر شوي غير، مثلا عنا هو عطول بكلمة مثلا عرفتي انه منيرة جارتا لجوزافين تجاوزيت كمان عرفتي انه منيرة ابنة توفى يي طيب هلا رح اعمل انا رح اعمل شغله اخيره انا وياكم، بدي منكم تسمعوني كلمه او اوكي. عرفتوا انه كوميكاس طلع نمبر 1 لهيدي السنه؟ ثانك يو. ليك توني اي لايك. خلينا نشوف كم مرة ضحكوا الفريق المساند لفريق جبهة الكوميديا، منشوف سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشر مرات، وبقي برصيدهم 2000 دولار. وهلأ صار دور فريق جبهة الكوميديا يردوا ويقدموا ستاند اب تبعهم. منستقبل بزقفة كتير كبيرة الكوميكاز توني خوري. اسمي توني خوري، وحقيقة ما عم بعرف شو مشكلة الشباب بيعملوا ستاند اب مع الزواج. بتعرف عليهم كيفك منيح؟ توني خوري مجوز. مجوز؟ قال له خي لحظة مجوز مش مفخخ، شو بك؟ مجوز وعندي صبي وبنت، وبنوتي اليوم صغيرة حكيت أول كلمة، حملتها هيك اليوم الصبح طلعت فيها قلت لي با با بدها تحكي بدها تحكي با 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 ككا. روحي عند أمك روحي. ابني لخبركم كيف عرفت إنه معي صبي؟
نزلنا على المستشفى مرتي بالثالث، فتنا عند الحكيم، فايت انا حكيم صبي والله بنت بشرفك، قال يا ابني رو المره بالثالث بعدين حسب وضعيه البيبي طول بالك. صبي سامع كل الحديث، ما بده يعذب بيو شي، حط الاكو على بطن المره، عمل له الحكيم هيك. هذا الحكيم صبي. انا سمعت صبي قد ايه انا صغير، حسيت حالي كينج كونج، ضبط باب العياده وظهرت العالم برغش، ولا ما حدا يحكي ولا معي صبي، صوت على الاسانسور كباستك واقف زيح معي صبي، قال لي حبيبي انا عندي اربع صبيان، اتفضل اهلا وسهلا اتفضل اهلين اهلين. كبر الصبي يا جماعه، صار يحكي صار يغني صار يفهم سياسه صار يفهم اقتصاد، نظريه تايم از ماني ابني عمره اربع سنين بفهمها، ما بيضيع وقته. قالت له امه بكب الورقه بالبوبال، بفوت على المطبخ بدعس على البوبال بكب الورقه وبيعمل فانتوره دغري، لشو تضيع الوقت، حمام وسيفون بلاهن، بيصير على براد المي عبي كبايه بيشرب، تاني كبايه بيعمل دوش بالمطبخ، هي مي سخنه مساعه بعدلهم على السريع، لشو بده يضيع وقته؟ سياسه؟ مالك بالسياسه؟ قاعد عم بحضر اخبار مره، طلع لي جماعه خطف ماسكات سود كلاشينات، عالم عم تبكي عم بتولول، شوي بينكزني بتطلع بلاقي حد، قلت له شو بدي له هذا مشاهد مش خارج اولاد، شو بدي اعمل؟ قلت انا احسن شيء الكرتون، قلت له لايك بابي، هذا عمه لابس ماسك، هذا ستان ايرو مثل باتمان. قال لي نو بابي بسلامة فهمك، هذا عمه لابس ماسك، هذا باتمان مثل ايرو هو الدولة كلها. اللي خمس سنين مجوز صرت ناير اربع بيوت، ما طلعت فل الا بهالصغير، هذه بالويك اند تيتا جده مدينة ملاهي بقاش يعرفهم، راحوا تبخروا، بيجي بقول له بابي هالويك اند لوين؟ بقول لي على بيت جديد. قد ما تنقلنا بيوت. والاصعب من هيك انه ما عادش يتعود على تقسيم البيوت، يعني قعدنا ببيت فتره بيظهر من اوضته بيروح يمين حمام، هلا قاعدين ببيت بيظهر من اوضته بيروح يمين اوضتي انا ومرتي. له جمعه بفنتر لي بالكومودينا. بدي اعطيكم نصيحه، الرضاعه يا جماعه شغله كثير مهمه، ما حدا يفهمني غلط، عم بحكي عن حليب الام. كنت عم بقرا على الانترنت قال حليب الام بغذي بنمي بقوي بيعطي ذكاء، يعني اللي بيرضع مظبوط امورتل. لحظه صدقته؟ محسوبكم راضع ثلاث سنين. بيان بيان. ضافوا الله، هذا طول طول واحد مغذى منيح، هذا طول واحد مغذى منيح راضع ثلاث سنين. توني توني هن بفيدوا مش على صغر. على كبر؟ بلش ارضع يعني. ركب اثنيناتهم ما فيهم صمخ، اذا نسينا الصبح ناخذ حبه فيتامين، الشمال بتكربي يمين بصير الزازي. كل النهار. بعدين اذا مزبوط رضاعه بتعطي زكا هالقد. انا بعد ثلاث سنين مفروض كون شي عالم ذره شي رائد فضاء، مش قضيها ستاند اب من باب لباب ليطلع لي درينك ببلاش. في مشكله بالخبريه. لا وصحن جزر يعني ماشي الحال. كلنا عندنا ذكريات طفوله. أنا من أهم ذكريات طفولي عند رضاعة، صدقوني بعدني في إني كنت أرضع. أوصل من المدرسة كب الشنطة ماما دز، نسوان عم بشربوا قهوة بتقول لي أمي عيب. بيحرق إيدين النسوان، زلمة جاي بده كله لقمة ولا عوله إيش؟ طقي لي حالك مع النسوان. اسمعوا. سامعين بالمثل اللي بيقول أبضاي شبعان من حليب أمه؟ محسوبكم أبضاي شبعان من حليب أمه، هذا مثل عندنا دارج. ما في مرة فت مشكل غير ما أكلت قتلي. تدعيس. مرة واحدة. مرة واحدة نزلت على باركينج البناية، طلع لي صبي عمره سبع سنين عم بيلعب بالطابة حد السيارة. أنا قلت أوه تمام، أنا وصلت عليها لطشت واحد على رقبته، لا شبعان من حليب أمي أنا زي حد السيارة ولا؟ فلا راح جيب لي بيو طوله مترين. أكلنا قتلة يا جماعة. أكلنا قتلة. احلى سلامي بيي بيروح بسافر ما بعرف بيروح سنه سنتين بغيب هلا بسافر بيتزعرن ما بعرف شو بيعمل. المهم فال عمري سنه ونص عم برضع، رجع عمري ثلاث سنين بعدني عم برضع، جيت قبل ما انام عند امي قلت لها مامي دز، طلع على لك يا عمي هذا قد الحمار بعده بيرضع؟ قلت له مرتاح ارتاح انت قد الجحش وما شو بدك ترضع. ثانك يو. قبل ما نشوف كم مرة ضحكوا جان، كنت عم شوف في حكي بعيونك وقتها كان توني عم يعمل ستاند اب. مزبوط مزبوط. يا جماعة مش قادر تتخبى انت، ما حتتخبى الليلة. هي كانت عيوني عند توني بس عقلي عندك كان. يا لطيف.
بس على سيرة اللي قالوا على سيرة اللي قالوا حكي عن الشمال وعكار، تحية للشمال لأنه كل منطقة لها لهجة. صحيح. كمان على سيرة الرضاعة والأطفال وهيك، أم بعكار والشمال بيخلفوا كتير اسم الله، خلفت 8 أولاد. الله يبارك. بعيد ميلادها للأم بتجمعوا الأولاد جايبين هالكدوات وهالغراض وكذا وهذا، يلا يا أمي طول بعمرك، هديك إلا خلي لنا إياكي، هديك مدري إيه، هديك مدري إيه. قام في واحد بينتين قال لها يا أمي هلا ربيتينا كل واحد كل شبر بندر وصرنا شباب، الله يطول بعمري، بس بشرفي مين أكثر واحد رضعتي فينا؟ قلت له بي كنت. استاذ معلش معلش إذا بتريد، بما انه قال نكتي نحن لازم نرد له نكتي. ايه على سيرة الرضاعة، يلا. قال في مرة قاعدة هي وابنها بالباص، بيطلع ابنها هيك بيلاقي مرة قاعدة وعم بتردع ابنها، الولد بيقول لها دخل ماما شو عم يعمل هذا هونيك؟ قالت له هيدا الماما عم بتطعميه لابنها، طلع هيك لقى صدره هيك وهيك عم ياكل، هلا هلا معقول بده ياكل كل هيدا بلا خبز؟ خلينا نشوف كم مرة ضحكوا وشو بقي برصيد الفريق المساند لفريق الحلف الضاحك. منشوف سوا، مرة، 2 3 4 5 6 7 7 مرات وبقي برصيدهم 2300 دولار. نحن بريك يا استاذ. بريك؟ لا بدنا نطلع بريك. بدنا نطلع بريك؟ بدنا نطلع بريك. الو، ايه شو؟ شو مرتي وقعت وكسر اجرة؟ مخلوق لك يا الو. ايه هلا اطلبوا الحكيم. يا اخي روح انت، لك دقيقة بكون عندكم يا اخي بعزف شوي. خلص هلا بيجي. لك ما بيت حات البطيخة حات الال بي سي. اي اي جيجي كومي بريك وراجعين. او حبيبي نشال او شو دعاي بيكار او ضرب تقدم ومدرب وبتخلي المهنة بتحلو على مين منا ما بيعرف غنية حبيبي نجار شغله على البكار للمطربة شريفة فاضل؟ في أحلى منا يكون حبيبك نجار؟ لا، المشكلة لما يكون طبيبك أو حكيمك نجار. خلينا نشوف فادي وريمون بمشهد إجرين مرته أو إجرين الطاولة. دخلكم مرتي مرتي يا عالم مرتي يا ناس مرتي مرتي. الو الو دكتور دخل اجريك. يا دكتور مرتي وقعت بالارض وكسر اجريها. شو بعرفني شو كانت عم تعمل؟ طالع على السلم ما ادري شو عامله. ايه وقع بالارض. شو بعرفني كيف كسر اجريها من فوق ومن تحت؟ شو بعرفني كسرتهم من فوق ومن تحت. الله يخليك تعال عندي يا دكتور. ليك بس قبل ما تفوت لعندها، انا مرتي بتخاف من المستشفيات، بدي اتفق انا وياك شو بدك تقلها لتقتنع تروح على المستشفى. الله يخليك عجيل. وين ساكن انا؟ بشارع السلم حي الدرجة. ايه تعرف وين هذا؟ ايه على العظيم. انا اول ما تفوت على الشارع عايدك اليمين في عندك هذا البيت الارميد الحجر القديم. برافو عليك، قدامه في جنينة حلوة خرج الارجيلة، هيدا هو بيتي. عجل دخيلك. اذا ضيعت دكتور انا رح انترك على البلكون هلا بشوفك مارق بشاور لك بايدي. ايه يلا عجل الله يخليك. وشو ما بدك تكرم عينك تكرم عينك دكتور. يلا ناطرك ناطرك عجل. الو ايه حياتي شو ناطرتيني؟ وين؟ بس خلص حشت حمسيني اكثر ما انا محمس. يلا عندي شغله صغيره بخلصها وبجي لعندك. ايه في عندي تصليحه طاوله طاوله. ايه انتيكيتي. ايه انتيكيتي. ايه بدي صلح. ما انا نجار، انا دكتور بنجاره، انا بروفيسور نجاره.
شو بهالطاولة مكسرين إجرايا. هان 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 مكسرين إجرايا. هان 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 وصلت. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. لك شو والله أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبي. أهلا حبيبي. شو دغري وصلت ها؟ والله صادق أنت صادق. تفضل كلك الزبيد إلا أنا. إيه تفضل تفضل لنحكي كلمتين قبل ما تفوت. الله يخليك. إيه تفضل قلي شو القصة؟ إجرايا إجرايا بالويل بالويل. شفتهم هيك مكسورين ركضت شو بدي أعمل؟ بحط الله جيب إجرايا بشيل بحط بعمل. ولك هي شو عم تخبرني قصة حياتك أنت؟ فهمنا انه اجريا ليك الله خليك انت مستعجل وانا مستعجل ليك انا عريس جديد ومرتي ناطرتني بالتخت ايه ما مرتي كمان ناطرتنا اثنيناتنا بالتخت ها الله خليك انت من جماعه هدول اللي بيتجمعوا مع بعض انت مع مرتك وانا مع مرتي سفني يا اخي يا حبيبنا انا هدي غالي كتير علي غالي كتير علي قل لي شو بها قل لي شو بها على المزبوط تعرف زبط لك اياها ما انا بعت وراك لتزبط لي اياها ايه مزبط لك اياها اجريا مكسورين اهو من وين من فوق ومن تحت هيئتك ورش كنت راكب عليها يا ريت كنت راكب ليش انا وقت الكبه اركب عليها بتنكسر قال لي شو القصة يا خي انا قاعد بالاوضه جوا ايه؟ بسمع طبشي ايه؟ بفتح الباب بطلع بلاقيها بالارض ومكسورين اجريا ايه. والكسر من فوق غميق مش غميق عميق من فوق ومن تحت من تحت فارطه ما تحت الام هلا انا بلبي لك اياها ايه ما انا ملبى البنايه كلها دخيلك لبيني لبيني دخيلك لبيني ما انا بعت وراك لتلبيني لبيني شفت هالايدين ايه شفت هالايد على المزبوط نعم ولك هيدي انانيل للعب لك فيها لعب لحط معجونه بايدي معجونه ولك ايه هي مش حيلا معجونه هيدي برودوي جديده جاي من ايطاليا هي بتمنع النش هي بتقطع وقطع بتقطع الرطوبه ايه وحياتك وتقشير ما تقشير بطل فيه ايه بس في لها طريقه مش هدول اجريا بتحط ايدك هيك وبتلبس تلبس المعجونة من تحت يا معلم وبتبلش تبرم 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 ولك ما بتخلي لك ادويح الا بتسكره لا دخل جراك لا لا يا خي لا 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 بتسكر كل الاوديع ما بدي تسكر الاوديع يا خي ما تقرب على انا بدي الاوديع بدي اياهم خلي لي الاوديع اوعى تسكر شو بعدين شو بدي اعمل انا ولك يا خي ما هاي المعجونة بتشد ما بعدك يا خي غير لي المعجونة ما في غير هالمواد هيدي عملنا شي تاني وديح هلا في طريقة تانية الله خليك الله خليك بس هيدي طريقة قديمة لحلك ما بهم قديمة جديدة ما خلصنا هلا اني بتكمشها ايوه وبتلقحها على الأرض على ظهرها مين بدك تكمشها؟ أنا أنت بدك تكمشها؟ وعلى مهلا ما في شي بالقوة ايه بتكمشها بإجريا وبتفسخها ايه بتصير رايح جاي رايح جاي رايح جاي هيك بتخلخل بترخخ ايوه بس ترخخ هيك بين ايديك بتحط لها غري من هالميلي وغري من هالميلي ويا تكبسها هيك يلا يا عمي غري نبرة غري وبمسمرة وبتمسمرة وببرغية وبتبرغية كمان ولك ايه يا زلمة من صفي معجونة وغري ومسمار وبرغي قلعة بومبا يا خي شو قلعة بومبا دخيلك على هدوك شي خي بلا طب شل الغري بالقليلة يا خي الغري بعدين بصير بده يلزق ايه ما هو مفروض يلزق لا مش مفروض يلزق بلا مفروض يلزق يا خي مش مفروض يلزق يا خي انت عريس جديد انت عريس جديد ما بتعرف سألنا انا مش مفروض يلزق اذا لزق في مشكله ما يكون عندنا مشكله بصير مصيبه مش شل التلزيق الله قلي شل الغري شل الغري خي الله قلي طيب بنلاقي لك طريقه غير قلت له شو بعد في طريقه قول بنفك لها اجريا ايه نعم فك لها اجريا وبحط لها خبور لانه بدها شو بدها؟ بدها خبور، حط لها خبور لا يا خي ما أنا مخبرها من زمان لا 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 هلا خبورك مثل خبوري ما خبورك أنت ضدي
انا خبوري ما تاخذني هالكلمه ها خبور بيعبي يا خي يا خي لا شو مالك حتى لا خبور اصلا ولك تتحدى بعدين بدي اقدحها يا خي لا ما هي مقدوحه خالصه خي ما بدها تقدح بدي اوسع لها القدح لا خبوري مع اذا كان على خبورك بده يكون قدحه صغير بدي كبر لها القدح انا شو لك وبحط لها خبور مثل ما شايفني وشايفك حط لها الخبور نزله تنزيل هذا تسقيط ده بسموه حفر وتنزيل حفر وتنزيل حفر وتنزيل ما بخليها مهوى انه يكون نازل هيك خرع فيطلع هواء لا بتضلها تخلق البنت انت بدك تثبتها يعني بدك تثبتها يا خي دخل اجرايا يعني يا خي لا بدنا خبر بدنا لك نحن بدنا بس اجرايا تسوي لنا اجرايا اجرايا على فكره اجرايا مجروحين؟ ايه مجروحين ايه ما تعطلهم حفل لها اياهم نعم حفل ما انا اختصاصي حاف بدك حفل لها اجرايا؟ ايه من 5 سنين انا اول ما بلشت حاف 5 سنين حاف؟ حاف ايه بلشت حاف برد لك اياهم برد لك اياهم جديد والله بيمروا برق بيمروا برق برافو شو لك يا خي شو حاف بحاف عم نحكيك عن طب انتوا عم تعمل كسار اجر اطول من اجر بنقص لها اياهم نعم بظبطهم على قد بعضهم ايه بنشرها بالمنشار هلا بالمنشار بالجلخ بالفاره شو عم تحكي بالفاره؟ ايه عم هالقد تقدم الطب؟ لا هالقد تقدمت النجارة تقدمت النجارة شو خص نجارة؟ يا عمي يا حبيبنا شو خص نجارة؟ انت دكتور طويل عريض عم تحكيني نجارة هلا عم نحكيك يا خي نزال بدك تسوي لها ايه اكيد ما انا دكتور ايه بس بالنجارة نعم بروفيسور بنجارة انت بروفيسور بنجارة؟ ايه هلا انت دكتور نجارة؟ ايه شو لكين؟ يعني انت باللبناني نجار؟ ايه بس بروفيسور بروفيسور شو لكين؟ يعني انت مش الدكتور اللي جاي يصلع لي اجرايا لمرتي؟ هلا يعني مش انت اللي الطاولة اللي مكسرين اجرايا الطاولة الانتيكيتي؟ طاولة الانتيكيتي؟ انتيكيتي لا خي انا مرتي انتيكيتي مروحة اجرايا بدي صلع لها اجرايا لمرتي يعني نجار حضرتك هلا ايه نجار ايه ولي ساعة بقول لك وانت بتقول لي بتكبش لها جراية بتفسخهم وبتعمل لها ايه بدك تفوت الخابور ايه بدك تقدع طب فوق بعدين بدك تسدسدها تخلخلها لا لا هيدي 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 شو عم تاخد مني المصلحة لا بس انا ليك لا مؤاخذة منك نعم حضرتك انت قلت لي جايب خبورك معك ايه شو لك وبهالشنطة في معك منشار ما هيك ايه اكيد ممكن تعيرني منشارك شوي ليش شو بدك فيه؟ لانه بدي نجور شوي خابوري وصلح لك جريك رازك لابوك رازك لابوك بنهاية المشهد خلينا نعد أنا وياكم سوا كم مرة ضحك الفريق المساند للحلف الضاحك مرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرة وباقي برصيدهم 1200 دولار جان وي والله اليوم عم بقرا كثير اشياء بعيونك لك شو بعيوني؟ خدي على الطاير شو؟ مثل الوردة بجنيني وفي كوميكاز بيني وبينك حابب اعمل عيني تم حتى اكلها بعيني عندك شي تخبرنا اياه على سكتش نجارة؟ ايه طلعت معي خبرية حلوة، بتعرفي اللي ما في شغل بلبنان، اثنين تجوزوا نجار وبائع ورد. نعم. راحوا على استراليا. هونيكي بعد 6 شهور بتعرفي عرسين جديد النسوان اشتاقوا لهم. بيع الورد، بتعرفي جو رومانسي هيك بيبعت مكتوب لمرته. يا فل شيبتي وزنبق جيبتي، يا جنينة جاردينيا قدام عيني على طول ايام حياتي. اجا المكتوب هون مرته البيع الورد ارجت جارتها مرت النجار لكي ايش ودي لي جوزي تعرفي غيرة النسوان مرته للنجار لحقتها بمكتوب على السريع لجوزها يا بلا دم يا بلا على عينين الناس على عينين جيران كلمتين هيكي
هذيك يخربر ونجاره والقلم مثل كان حاطه ريمون. قال له وردين تهربين منه قد ما بربر. اخذ مكتوب قال له يا شيكوش دمي ومسمار همي، يا زميل عمري وما قشطت خمري، يا ريبوخ راسي وفارت جيبتي، ولك يا لزقت غري عطول ايام حياتي. جان وي انت يا فل اوعى تفل. ما حفل؟ لا ما حفل. أنتوانيت لو ما كنت ممثلة شو كنت بتفتكري يكون اختصاصك؟ التقويم. شو؟ تقوم وموعد حد لا وين راح فكركم؟ وين شو قلنا؟ تقويم يعني يعني دكتورة مثلا بتقويم العظام مثلا. حلو مش حلو؟ ما يروح فكركم لبعيد. لا هلا لا بعد لا. البريك بتشوفوا المشهد. كومي بريك وراجعين. يبدو انه جان عنده مشكلة عويصة وشوي بيستحي يحكي فيها، وخاصة إذا كانت الدكتورة مرة. فشو القصة يا ترى؟ خلونا نشوف مع أنتوانيت وجان شو جرى. أنتوانيت وجان بيقدموا مشهدهم دكتور التقويم عظام. أهلا أستاذ. أهلا أهلا تفضل. صبحك بالخير. يا أهلا وسهلا تفضل. لا تواخذيني يمكن جيت على المحل الغلط. حضرتك لوين جاي؟ عند الدكتور سارة. وصلت. أنا الدكتور سارية بس صار غلط بالأرمة وبعد ما زبطنيها. عدم المؤاخذة يعني أنا كنت جاي إنه بيطلع قدامي زلمة أو طلعت حرمة. إيه شو المشكلة؟ المشكلة؟ لا لا يجرب حدا، لا لا يجرب حدا. المشكلة ال لايكة. يا أستاذ أنا بعد لهلا ما فهمت شو المشكلة. لايكي حضرة الدكتورة أنا ما بحب أحكي قصتي لمرة. أنا كل عقلي إنك زلمة وجاي إنه الدكتور ساري هالقرمة تفضلة. ليك هيدا الأرمة، الأرمة قصتها قصة. نحن ودينا الأرمة اللي عند الخطاط. نعم. إم طلع خطه كبير ما ساع كل شيء. ليك بالأول كتب دكتور سار. فأنا ما قبلت. قلت له بدك تحط لي إياه ما بصير. فحط لي إياه زرك لأنه ما في مطرح. فما عاد في اطلب منه ألف كمان يعني تخنط. نعم. فعم فكر غير الارمه من اساسها. نعم. بركي بحط اسم بابي كمان. ولا ايش اسمه البابي؟ بابي اسمه البير بوليكاربوس. هذا كله بيك تعوشك الاسامي. ميرسي. حضرتك شو اسمك؟ اسمي قريب الاسم بيك بالالف انتون. انتون بيك أنتون. بيك اربير. نعم إيه نعم نعم. انتون شو بتشتغل يا انتون؟ انا كنت قايم مقام. نعم بس هلا مقام بس. هيدي الوظيفه مركز له قيمته بالمجتمع والقايم شلدي من القيمة. طيب والمشكلة فوق أو تحت؟ دكتورة ما تقربي على خصوصياتها. أنا أسمني مالك حولة يعني برجف بسرعة ودمي بفورة. ألا لا يجرب حدا.
طيب طول بالك طول بالك، بس انا ضروري اعرف وين المشكله. اذا المشكله فوق شيء واذا المشكله تحت شيء، بدي اعرف شو بدي اعمل. دخيلك يا استاذ، عندي مرضى تانين. دكتور؟ اكيد دكتور. شو مفكر حالك لوحدك عندك مشكله؟ لا انا عارف اني لو وحدي كنت اتف قعد. جدي كان هيك وبي كان هيك ورفقاتي كان هيك، توفيق هيك ونبيل هيك وجيسكار هيك، وانا هلا هيك. وهيدي القرمة تفضل فيها يعني. ليك يا استاذ، نحن شعارنا هون بالعيادة نعم لهيك ولهيك ولهيك. نعم نحن شعارنا عطول هيك. ويلي والنتيجة مضمونة؟ أكيد. نعم أنا غير إنه عندي شهاداتي نعم إيدي إيه؟ ما بيتفسروا. وعدم المؤاخذة منك، هلا التقويم بإيديك؟ أكيد. أكيد أكيد أكيد. نعم أنا بفوت لعند الواحد على العيادة طاعش. نعم بيطلع من هون مثل الألف. ولي وأنا الألف الحرف المفضل عنده، بموت على الألف. شو مفتكر؟ بعدين أنا نعم ما بقوم مثل غيري. هلا أنا إيش بدي بغيري؟ أنا بدي يقوم. أي نعم. أي نعم أنا بقوم وغيري بقوم. نعم. بس تقويم عن تقويم بيفرق. أي شو الفرق؟ أنا بقوم من الأساس، بلحق الأساس وبقوم. لك ويلي ما بقى معي وقت. من الأساس. من الأساس. من الراس، من الجنب، من عند الجيران، منين ما كان. المهم التقويم يرحم موتاك. ايه ونحن تقويمنا بضاين مدى الحياة. ولا بتعرفي ايش طموحي بالحياة؟ نعم يضاين خمس دقايق بس تتصور صورة سوفينير عنية. لا ما تعتل ما تعتل هم ابدا. هيك بضاين بتتصور انت وياه صورة، بتتصور انت وياه فيديو، بضاين كتير. نحن بدي اقول لك بس شغله، مش كل مين قوم قوم. نعم مش هيك. نعم. انا عملتها عندي راسي. برافو. انا لشو تخصصت؟ برافو. ما تاخذني يعني بهالكلمه. مزبوط معك حق. كيف بيقولوا بهالبلد ما في مقومات؟ اح وانت عملتيها عندي راسي، وعندك دراسه مهمه بتقوم المدعوج وبتردي الغياب. يعني هاي الغنيه اللي بيغنوا لي اياها كنت غنيها بالمنطقه انا بتروح منها. كانوا يقولوا لي يا جبل البعيد خلفك حبايبنا. هلا بنرجع تحبه. سوري ما فهمت استاذ، عن شو عم تحكي على المظبوط؟ عن اثر المي. لي ساعة بشرح وبتقولي لي عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن ابر الصحاب، عن ايش عم بحكي؟ لحظة لحظة لحظة. نعم لحظة يا استاذ، انا دكتورة بتقويم العظام. برافو برافو، وصلنا لحقنا. برافو، انت دكتورة بتقويم العظام وانا انسان عظيم. اتفضلي شوفي ايش بدك تعملي له. ولك يعني لحظة ولك لحظة ولك يا استاذ روح. ولك ولك يا استاذ طول بالك. ياي ياي ولك شو هي؟ ما تاخذني يعني انا صحيح بقوم كل شيء بس ما بقوم الموتى من القبور. انا بشكرك بس كنت قدري وضعه. انا برجع بسلي حولي بحوله وبغني له مثل العوده. بكره بيرجع يوقف معكن اذا مش بكره البعده اكيد. بكره بيرجع يوقف معك اذا مش بكره البعده اكيد. خلونا نعد سوا كم مرة تضحك الفريق المساند لجبهة الكوميديا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشر مرات وبقي برصيدهم مبلغ $1,000. إذن الفائز معنا هو الفريق المساند للحلف الضاحك يلي بقي برصيده مبلغ $1,200.
مبروك الربح، ورح نسلمكم تشيك كبير بقيمة هالمبلغ، منسلمكم ياه لتتقاسموه. ألف مبروك. خليكن معنا لأنه بعد البريك بدنا نشوف سوا على المسرح فهمين الشخصية الكوميدية الرائعة يلي فرقتنا من مدة واللي بتستاهل نتذكرها لأنه من أبرز الشخصيات الكوميدية الراسخة بالفن اللبناني. لفقرة كومي تريبيوت اللي هي تحية احترام وتقدير لشخصية كوميدية لبنانية أو عربية أو حتى عالمية علمت بذكرتنا الشعبية وكانت بالفعل وبكل معنى الكلمة كوميكازية وساهمت بزرع الضحكة والسعادة بالقلوب. تحية اليوم للفنان الراحل محمود مبسوط يلي أدى شخصية فهمان الرائعة مع أبو سليم الطبل وغيره من الشخصيات واللي شكل وجدين جيل كامل بأدواره الفكاهية من أول الستينات لحتى صارت شخصية فهمان مضرب مثل. تحية لواحد من الكوميكازية الأوائل فهمان يلي برحيله عن هالدنيا خسرته الضحكة. خلينا نشوف لقطة من الأرشيف لفهمان. إذا أنا مثل لا سمح الله بتروح معي دغري على طول على طول يا زكلي لك انا بتركني ابدا دغري زكلي انت لو تصوب على تبع تعذب بالزي شوفت شوفت هلا تو شوفت انا فوت لدوا من هيو كلنا قاعدين على بنطال عم يعرفوا علي يا زكلي قلبي بيتقطع شو عم يقولوا قول قاطد على مني يا زكلي يا ما بسمع قول قول يا حبيبي قول كلنا على بنطال الله ياخذوا لا تكلي على وين بده ياخذني على جهنم على جهنم الله كمان يغمق له لذكلي لك ما بده يغمقني بالظلع أدفو عذكلي أدفو عذكلي هني أقوله دفوان علي لا قتلت يا ذكلي وليش هيتكم حباهن خبت تدعم دفو دفو فهي بتسلق منها جد طلوع جد طلوع اوعى ما تزمر عالكوع جد طلوع جد طلوع اوعى ما تزمر عالكوع اول بوم سليم بومل سيارة ما بدها حلوع بوم الفوع سليم بومل سيارة ما بدها حلوع اهلا اهلا كيفك يا سعد؟ اهلا خيي فهمان اهلا كيفك يا سعد؟ منيح كل شيء تمام؟ ايه كل شيء تمام اسم الله عليك اسم الله عليك ليك يا سعد انت عم تغني؟ ايه عم فكر اعمل مطرب ليه ما بتعمل مطرب؟ شو عم غنوا احسن منك انت يا سعد؟ شو بعرفني؟ ايه مرني خي فهمان لك بدي قنينة زيت زيتون ايه تكرم عيني معلوف والله عليك طولان زيت زيتون تفضل ولوح صابون ولوح صابون نعم وهيدا لوح صابون علبتين طن علبتين طن 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 وهيدول علبتين طن وكيس ياسون وكيس ياسون تكرم عينك الله يكملك يا رب تفضل وهيدا كيس ياسون قديش بدك منا يلا نعمل لهم حساباتهم مال يا. يلا اذا قلنا 8 زائد 5000 بيصيروا 13 13 زائد 3 بدنا منك يا استاذ فهمان 16000 ليره تكرم عندنا يا سعد حبيبي تفضل ايه شو شو اعطيتني 10000 ايه وانا بدي منك 16 يعني بعد بدي منك 6000 6000 على شو بدك مني 6000 ما انت خد اغراض ب 16000 انت اعطيتني 10 بعد بدي منك 6 لا مش مضبوط لك كيف مش مضبوط انا اعطيتك 50000 حطيتها بالزلول وصلت ال 10000 لتدلي لك كيف هيك اه مش ماشي بشيء انا فاهمه لك لو انت اعطيتني 10000 وبعدها بايدي ايه لا شو بعدها بايدك هات لا 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 انا اعطيتك 50000 حطيتها بالدلول عم تدلع 50000 لا تدلع 50000 الله خليك لك يا 50000 لا جاب لي 50000 ما بلاش تساعد تعال الدلول لتشوف تفضل فتحت تعال الدلول فتحته شو في بالدلول 50000 ايه 50000 تبعولي اذا بتريد كفيل على 50000 ولك كيف بدي كفيلك على 50000 لك شو كيف بدك كفيل على انت قديش بدك لك يا سعد 10000 انا اعطيك بدك مني 16000 مضبوط 16000 أنا أعطيتك 100000 رد لي على 300000 الله خلي خلينا في العبيدنا مو معلوم إذا بتريد
لك كيف هيك؟ والله مش فهمان شيء من شيء. أنا فهمان، أنا رح فهمك الله. لك كيف ما فهمان شيء من شيء؟ أنت بدك مني 10,000. مظبوط. أنا قديش عطيتك؟ 10,000. يعني هلا أنت وصل لك حقك مظبوط؟ مظبوط. لا مش مظبوط. لك كيف مش مظبوط؟ لأنه أنا أعطيك 16,000. أنت بدك تعطيني 100. لك لا بدك تعطيك 100، بدك تعطيك 100. لك شو بك يا عمي مش فهمان شيء من شيء أنت؟ والله مش فهمان شيء من شيء. أنا رح فهمك يا سعد. فهمتني. يا خي أنتوا كيف تفتحوا المحلات؟ أنتوا كيف تفتحوا المحلات؟ قوم من عندك لشوف. ليه بدون؟ قوم قوم أنا بقول لك قوم من عندك عشانه قوم، عدنا أنا محلك، قوم تعال الماء. قوم. هذا الماء. هلا أنت زبون، أنا صاحب المحل. أوكي. تلف. تشرفنا. تلفت؟ شلت من عندي أنا ب 16,000. أينا. دفعت لي 10,000، قديش بعد بدي منك؟ 6,000. عال تفضل طلع 6,000. تفضل. شو صدف علي انت؟ 16,000. يعني الحساب مضبوط؟ مضبوط. اه تفضل سلف على الصندوق. تفضل. عاد لله. انا قديش دفع لك؟ 10,000. قديش بدك مني؟ 6,000. لشو لقديش؟ 16,000. يعني بدك مني قديش؟ 16,000. بدك مني هلا قديش؟ 6,000. هاي 6,000. صار له 16,000؟ ايه صار. مظبوط؟ مظبوط. يعني الحساب مظبوط. هلا زبط حسابي. لا مش مظبوط. كيف مش مظبوط؟ ما انا دفعت لك 16,000. ايه. بدك ترد لي 100. لك كيف بدك ترد لك على ال 100؟ بدك ترد لي على، بدك ترد لي على ال 100 طبعا. اه ايه مظبوط معك حق. ها ها انا مظبوط طبعا. يعني بدك مني 80 84,000. 84,000 حسبتهم. يا فني تفضل، هيدي 50. ها تفضل. ايوه هي 80. ها تفضل 1000 2 3 4 وباقي 1000. تفضل. صار حساباتنا مضبوطين. مضبوطين؟ يعني لك انا مسخسر بشوي بالحساب، انا بثوم بالبيت اذا مضبوطين ولا لا بدي احكي انا وياك. اهم شيء بهمني كثير ما تفل زعلان يعني. لا لا مع هيك، مع هيك ناس هبلان معقول انا بفل زعلان؟ يلا اترك يا سعد. الله معك. قلت لها اياهم بكيس لي ولا بلا كيس؟ تا 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 بلا كيس. الله يساعدنا عليك. عم في اهبل من هيك؟ ما في اهبل من هيك. تفضلي اهلا. لك اذا رح تضلك فاتح هذا المحل زمعتين زمان الهيئه بعد شوي، يعني بعد زمعتين رح تفتح سوبر ماركت. ما شاء الله. شو هالاجدب هيدا؟ منين طلعنا الاجدب هيدا يا عمي؟ اجدب بالمره هيدا فتح لي محل بلا. اخذ اغراض 16,000، اعطاني 10,000، صار بدي منه 6,000، رجعت انا رديت له 6,000 وحسبته على ال 50,000 واعطيته 8. والله مش فهمان شيء من شيء. لا فهمان. فهمان فهمان فهمان. بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة. أنطوانيت عقيقي، فادي شربل، ريمو صليبا، جان خضير، توني كيروز، توني خوري. بشكر كمان الفريقين المساندين والف مبروك للي ربحوا، وبدي اقول لك كل يلي بحبوا يشاركوا معنا يبعثوا صورتهم على فيسبوك كوميكاز. بنختم حلقتنا مع اغنيه مميزه مع الضيف المميز والمحبوب الفنان إلي مسعد، وما تنسوا الموعد الثابت لضحك من القلب مع البرنامج المميز كوميكاز بتوقيته الجديد كل احد 9:30. باي باي. Dum tara lay 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 la lam, dum tara lay lay lam, dum tara lay 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 la lam, dum tara lay la lam. Hey, Sheila, yeah. Hey, yalla, yalla, kulla sawa mai. Bop. Dum tara lay 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 la lam, dum tara lay lay lam, dum tara lay 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 la lam, dum tara lay lay lam. عن حالتنا رح احكي ورح خبركن يا اخوان،
قاعد لحالي اشكي شو صاير بيك سروان عن حالتنا رح احكي رح خبركن يا اخوان قاعد لحالي اشكي شو صاير بيك سروان دم ترى ليلى ليلى كلا كلا معي يلا ليلى دم ترى ليلى ليلى يلا جوب والعد روح كلا كانت لقلنا الكلمة ينحسب لألف حساب ما عاد في عنا زلمة صرنا نستورد نواب كانت لقلنا الكلمة ينحسب لألف حساب ما عاد في عنا زلمة صرنا نستورد نواب وإذا قصدناهم بخدمة بهوشوا علينا الكلام عن حالتنا رح أحكي رح خبركن يا أخوان قاعد لحالي اشكي يلا قولوا معي بوم دوم ترا لاي 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 لا دوم ترا لاي لاي لا دوم ترا لاي 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 لا دوم ترا لاي لاي لا حضروا عيلكم شباب عن جديد دوم ترا لاي 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 لا دوم ترا لاي لاي لا دوم ترا لاي 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 لا صفاي كلها بطون عمدخل هذا خونين تتزبط لك شي طريق بدها شي حوالى السنتين صفاي هذا خلص بطون عمدخل هذا خونين تتزبط لك شي طريق بدها أكثر من سنتين وبالكازينو موظفين من علنا فيلو شي اتنين هادي بألف ماش كنت فين خطبتكم يا أخوان قعد لحالي يلا صاير كلنا سوا باب دم ترى لاي 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 لا دم ترى لاي لاي لا دم ترى لاي 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 لا دم ترى لاي لا يلا باب يلا بدنا نعزفكم عن جديد يلا باب دم ترى لاي 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 لا دم ترى لاي لاي لا دم ترى لاي 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 لا دم ترى لاي لاي لا في خليج معاملتين رح بنفد بقبرص لما نبتنزل على البحر بجي وقلعات بتطبص يلا خليج معاملتين رح بنفد بقبرص لما نبتنزل على البحر بجي وقلعات بتطبص واخر مدي الخدمات كلها تمرطص بتمرطص يلا رح حالتنا رح يلا خط البنية اخوان عدل حالي يشكي اخر مرة يلا دم ترى لاي 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 لا دم ترى لاي لاي لا دم ترى لاي 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 لا دم ترى لاي لاي لا امان امان يا كسروان ويا قرايبي العتب عقد المحبة يا 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 حبيبي ما توخزوناش